السلام عليكم ومبروك عودة الدوري الألماني من جديد. هتقول لي ايه الصورة دي؟ هقول لك كده الخروج بالملابس الرسمية بعد كده. انا بصور وورايا السما ان شاء الله هنبدأ ننطلق في حياتنا. هو ده الوضع العالمي تقريبا، يعني الحياة هتعود لطبيعتها، وطبعا لان الالمان دايما سابقين العالم لانهم اكثر الشعوب تقدما وتمدنا وعصبية برضه وقومية. بدأوا وشفنا الدوري الألماني رجع، لكن مع الوعي المصري هيبقى الوضع مختلف. مع الوعي المصري يبقى لازم نشيل الماسك نحطه تحت مناخيرنا، وبرضه عادي ممكن نشيله خالص ونقزقز لب ونرميه عشان نعدي غيرنا. بإيدينا طبعا هنشيل الجلافز أو اللاتكس بتاعنا أو الجوانتي، نخلي البساط أحمدي. بعد كده الخلطة عادي جدا، ننطلق في الشارع عادي جدا ونعدي بقى. نجيب ماسكات بقى تتغسل عادي، وطبعا الماسكات دي من قبل ما تتغسل ما بتعملش أي حماية للمريض. لو هنمشي بقى هنشيل الماسك فوق مناخيرنا ونلبس الجوانت بتاعنا، ولو لبسنا ماسك زي ده يبقى التانيات بتاعته زي ما احنا شايفين لتحت، ونحاول نقلل الاختلاط بتاعنا. الماسكات المعتمدة يا إما الماسك الجراحي زي ده، يا إما الماسك 95 أو الحاجات الأعلى شوية، وده أقل حاجة ممكن نلبسها. الفيروس يبدو إن هو مطول معانا شوية، فنحاول ناخد الحذر وما نطلعش من غير الماسك والجوانت زي ما قلت. في طريقنا ما نحاولش نلمس أي حاجة بدون داعي، وإحنا طالعين السلم ما نحاولش نتكئ عليه كده وندوس عليه بإيدينا. بعد ما نروح نرمي الجوانت في مكان آمن، هنقلعه بطريقة مقلوبة زي ما أنا وريت في الفيديو السابق، والماسك لازم نرميه في مكان آمن، نحاول نقطعه عشان محدش يستعمله أو يرجع يبيعه تاني. نرميه في بعيد عن الطرق عشان الأطفال، يعني مش هنفرحهم ولا حاجة اللي هم يلعبوا بالماسك أو الجوانت ويعملوه بلالين. نتوقع ان ممكن يبقى في رفع حظر، مش هنبقى لوحدنا، هيبقى كل دول العالم، وربنا يستر.